الناس الفخر في ذات العالم المتكبر يقول بجعل الباطل حق والحق باطل فيما يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرها. ومعنى كلمة الغمط الاستهانة والاستحقار، وقيل كفران النعمة وسترها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال في الخيلاء التي يبغضها الله الاختيال في الفخر والبغي. والخيلاء غمط الحق الذي يعود لله ولا يتعلق بآدمي، والفخر وغمط الناس يعود لحق الآدميين وكلها لا تجوز. وقيل في الأحاديث إن أكبر الكبائر الشرك والكبر. وقيل أيضا في الأحاديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالمؤمن هو من يخضع لله وحده، والمشرك من يخضع لله ولغيره، والكافر المتكبر هو من لا يخضع لله ولا لغيره، وقد لا يكون كافرا في بعض المواضع. والنصارى آفتهم الشرك، واليهود آفتهم التكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. وختاما ورسالتي أنا التواضع أدب الرفيع وثقة مطلقة ودرء مفسدة. وسلامتكم وشكرا لكم على استماع جيد.